هذا العمل برعاية هالمرة غير هالمرة غير اضحك وفرفش وانسى التكسير رح اخرفكم خريفة طريفة ظريفة خفيفة هني عفيفة شريفة شو حلوة وشو لطيفة احنا بنحكي في الواقع والواقع طبعا واقع نحكي عن حال بلدنا والحال نازل طالع قصصنا مية المية ومن المية للمية خيالية وواقعية من حياتنا اليومية ولما دوروا علينا طلعت الحكاية بطاطا وما حد سائل فينا هاي القصة عبلاطة هالمرة غير في قصص كثير رمضان خير وابو عرب غير هلا شكلهم جماعة طيار ولم بلاش سطين راكعين من طيارة شكوش تشربون اي شيء؟ امي صايمة اليوم امي صايمة احنا مش صايمين ان شاء الله بتصيروا تصوموا احنا بنصوم كل اثنين وخميس واربعة وكل ما تيجوا بنصوم شبدها بيما؟ انسي يما واكل من طيارة هذا انسي خالتي عفيفة اشلح نظارتك لما بتحكي مع امي حاضر خالتي عفيفة هلا يما الله يسعد صباحك انا نازل على الانتخابات ان شاء الله بتنزل وما بتطلع الله يسعدك يا رب بدنا صوتك يا حجة صوتك صوتك صوتي؟ شكلها فهمتنا غلط حجة مش هيك أنا قصدي بدنا تنتخبينك الحبر انتخابات حبر إزرق تذكر زمان لما أخذوك تصوتي أيوة. أمي معادلة في الانتخابات لأنكم شايفين هذا أمي فرق تفرق على سلامتك خالتي عفيفة والله يا هلا يا هلا هلا بي شوف أنت بتعرف كل إشي مقابل بده مقابل في هالحياة أيوة يا أمي أيوة. يا خالتي أول إشي بدي وظيفة لهالولد ليش وبيشتغل وشو دارس لا دارس ولا بعرف يسوي شيء في الحياه ولش. بس شغلوا لي اياه بدي اشتغل لازم اشتغل انا فرصتنا حاضر يا خالتي بنظبطه بندبرها ممتاز في كمان شغله مهمه عند امي الزيتون تاعنا الزيتون بدنا الناس تضلها تجدد الزيتون عندنا انتوا بتيجوا المجلس كله بيجي يجدد الزيتون عندنا كل ثلاث اشهر كل ثلاث شهور عندكم الزيتون احنا لا هو حتى لو بتيجي واذا مش حامل بتيجي بتحسسوا على الورق المهم تيجي كل ثلاث اشهر تتعرفوا على الزيتونات عندنا حاضر يا خالتي تمام حاضر لعيونك والله اخرى شغله كثير مهمه هذا بدك تجيبه معك بضل طالع فيه هذا ما يجي معك بالمره الك مني هالوجه هذا ما تشوفيه غير هالمره هذا وعد مني انا يا خالتي ابشري طالع من تحت الماتور جاي عندنا على طول طب روح غير البس زي زميلك وفي كمان كثير شغلات مهمة، أهمها إني أنا كلكانة في الليل، بعرفش أنام. أمي ما تعرف مش مشكلة بصراحة في الشارع. وصوت الكلاب في الشوارع. الله يسعدك بعرف أنام. تكرم عينك. تكرم عينك من هان وطالع رايحة تنامي نومة بعد هالانتخابات ما نمتيها في حياتك. يما فوتي على الشغلة المهمة. بس أنت ما حزتلناش. أيوه. إحنا بنروحش على الانتخابات بدون ما نروح غير في سيارة بأم. صحيح. صح كل انتخابات ما كان ننزل في سيارة بأم انتخابات انا جايب سيارة أجل. ودير بالك اهم اشي تكون كشف اذا مش كشف بدنا شرو ما بنصوت احنا اذا مش بأم كشف بس هالموضوع سطين تعوض الله ماشي يا خالتي بأم وكشف حاضر لعيونك يا خالتي حاضر هاي جبناك السيارة بأم يا خالتي عفيفة شو انت بتصدق حالك يا زلمه مش هيك كان اتفاقنا طلبنا بأم كشف احنا بأم كشف بدنا احنا ما بنروحش الا بأم كشف ننتخب والله هذا اللي قدرت اجيبه انا يعني لا يا حبيبي بعدين قلت لك هذا ما يجيش معنا ثاني مره بنشوفه عمي بدك تعمل دعايه انتخابيه بدك تجيب بأم كشف خلص المره مشيها عشان خاطرك خلص مع الولد خلص مع الولد بلجي. عمرنا هيها بديش احلف يمين عمرنا ما طلعنا على الانتخابات نصوت بدون بأم كشف بس عشانك المرة هاي بنطلع في بأم عادي يا ميتال عشانك ها كفو عشان معسك يلا يا خالد يلا يما بيمشي يلا على السريع على السريع يلا الجلطة يلا بتوسخ الجلطة يلا فيش وقت يلا توكل انتوا بتلحقونا مشي بتسعش هاي بتسعش شو اسمه اسمع شو رقمك على الدوار على الدخلة اليمين شو رقمك انت الانتخابي عشان صوت لك ولا مش مشكلة خلاص بس اسأل هناك بنتصل عليك بنتصل عليك يعطيك العافية حكونا مشي بعيد والله
روح هذا سيركو احنا جبنا دينا راكبين روحه فيه صوتين بدي اياهن يعني بدي اياها يلا الحق يلا الحق سلم ايديكم على السياره بس بتصرف بنزين كثير شكلها مو صح سياره لا فلها 20 شيكل بتوقع طيب احنا جاهزين ننتخب ان شاء الله الله يرضى الله يسعدك بس سوي لي مساج شوي الله يرضى عليك هاي احلى مساج ضبطون الله يرضى عليك نفسيا بوسي دخلتك بوسي دخلتك شو رقمك الانتخاب ولا مش مشكله انت بنعرف جوا لحالك كوكتيل بدك بعد ما تطلع والله هاي اللي راح اجيب لك كوكتيل روح جيب بسرعه بعد الفطور انا صايم انا بشرب مش مشكله بعد الفطره يلا باي يلا هلا راح ننتخب احنا ننتخب يلا من هان يلا فوتي يلا فوتي يا ساتر شدوا حيكوا ياسر الحارة الغربية في ثلاث ما صوتوش روح جيب لي باز وجيب لي اياهم كلهم اتصلت عليهم الحين بيجوا 10 دقائق بكم هان مو بن ام محمود اكيد محمود توكل عم انتخبت هاي انتخبت ان شاء الله يلا يعطيك العافية ان شاء الله احكي لي معه وجيب لي سوي لي مساج تعبت وانا انتخب الو يا عمي شو فيه؟ شو فيه يا عمي شو بده؟ انا بن عفيفة يا عمي اهلا وسهلا خلينا نقول لك انتخب شو اسمه؟ طيب بدك كوكتيل يا عمي اي في اخر السوق من تحت فيه كوكتيل مش انت شو طب امي ضايعه والله غير يدوروا لك عليها وعلى باب الدار يجيبوا لك اياها يا عمي يا امي هاي امي هاي انتخبت هاي اجت امي هاي انتخبنا هاي انتخبنا يلا هاي انتخبناها كفو طالع ما شاء الله كوكتيل احلى من الشباب طلعت يلا كوكتيل طيب يلا يلا انا بدي جد معنا زيتون الله يرضى عليك يا عمي خلينا نعرف نشتغل كبرت لي شغل الولد تعال طب البيام بنش نروح البيام نروح البيام احنا مش شايف البيام نروح قسم بالله شلاليت ما روحك انت وياها يلا يا خالتي انا ابعد ايدك عني بنزل لحالي يلا اوعى يلا روح جيب لي اياهم تروح صرت عليهم 10 دقائق كلهم ابكوا هان يلا 5 دقائق يلا انت قلت كل واحد بده ينتخب بده يسوي لي عرس الو بعتوني جماعة عليك على أساس أخذ من عندك طلبي ما أعرفش إذا طلبي موجود عندك ولا لا لا يا زلمة شو الدعوة وصلت إن شاء الله الله يرضى عليك أنا أظن بعت لواحد من أولاد أعمامك أولاد إخوالك بعت السيارة ما بعرف بالضبط في شيء يعني معين بتفكر فيه بدي شيء يناسب وضع البلد وضع البلد زي العمى والله بدي شيء ويناسب طب شو اسمع عندك هاي سودة مرتبة إشي فخم صالون بحر موتور 2000 طيارة انت اللي طياره انت اللي مرتب طيب. هاي ديزل ولا بنزين هاي ديزل يعني انت شايف انه هاي بتناسب وضع هيك بلد يا رجل يعني ازمات ومطبات طب انا لو بدي اروح ماشي بسوقها لا والله بدي شيء يناسب يناسب فهمت بدك تعال تعال بس هاي حمراء تكتكة موتورها اصغر صالونها اضب شوي كويسه ومنيحه وبنزين وعريضة مشوارعنا كل هنيك وضع بلد سيء انا بقول لك بدي اشي يناسب وضع البلد اعطيني اشي يناسب وضع البلد يا ابن عم بدك اشي للازمات يعني للازمات للمطبات ايه خلص لقيتك ازمات بضلك طالع بتهتم في البنزين والاسعار البنزين ولا شو اسمك طبيعي يكون اقتصادي على اخر عن صفر اقتصادي هايها هايها اقتصادية كويسة صالونها صغير مضببة موتور فيش موتور عم تمشي لحالها اشي فخم مرتب على كيف كيفك وبتيجي اربع عجال هيك كمان اربع عجال طلع انا لي طلب واحد تفضل لون ابيض ابيض بدي اشي لون ابيض زائد اللي حكيت لك اياه في الاول بس تعال هاي قلت لك راح تلاقي طلبك عندي يعني راح تلاقي طلبك عندي هاي بيضة مرتبة صغيرة موتور صغير صالون صغير كل شيء فخم كل شيء مرتب اقتصادية على الاخر يا دوب تصل كطارة وبترخص وبتأمن يا شو رايك يا شو رايك ترخص وتأمن شو هالسوالف او ترخص وتأمن انا بديش سيارة لا ترخص ولا تأمن وسريعة وماشي 100% اقتصادي صفر طيب اسمع وابيض طيب بدك اياها بيضة واقتصادية وبتوفر وطرية نعم وموتور صغير وللأزمات كويسة اهم شيء تعال معي حبيبي تعال هيك وضع البلد بده تعال بيضة موتور صغير بتكلفك شيء لا بترخص ولا تأمن منيحة في الأزمات بتسبك الكل وكويسة قصت لك إياها على الشركات بس وتفاهم مع بعض وانت ديروا بالكم على بعض انتوا حبيبي يعطيك العافية البلد بس بدها سيارة زي هاي يا حبيبي هذا هو اللي بناسب وضع البلد